بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هنتكلم إن شاء الله بإذن الله تحت العنوان Nesting Grids Foundation. أنا ممكن أعمل Listing يا جماعة إذا كنت أنا عايز السيناريو ده، لو الحاجة في بالي مثلا أنا عندي رو، هبتدي أحط Division تاني طب ما خلينا نقول مثلا انا هحاول اخليها سمول داش 12 عشان نمشي بتسلسل القصة. تمام كده انا عندي رو واحد والرو ديت بالعرض كله. خلونا نحطه طيب باراجراف علشان نحط الهنت التلميح بتاعنا عشان ناخد بالنا من الكلام ده. عايزين نحط تأثير بسيط يعني مثلا اي اس دي، وهنحط الكلاس بتاع الكول اوت. تمام لو انا عملت كنترول اس كده المفروض اللي يظهر ان ال 12 كولوم كلهم، لان انا بقول له ان البتاع القصه بتاعتي كانت عباره عن 12 كولوم. طبعا انا ممكن اعمل نيستنج لل 12 كولوم دولت عشان اقسمها سبيسيفيك ليه زي على حسب رغبتي، يعني اذا كنت انا عايز السيناريو ده يا جماعه. طيب خلوني اخد السطر ده بكت كده وانا هنزله او انا هحطه هنا، انا هحتاجه كمان شويه. تمام كودي اهو يا جماعه. طيب خلينا لما احب اعمل نيستنج يا جماعه انا محتاج اني ادرج رو جديد، فاهمني؟ طيب خلوني اخد بدايه كوبي وهخليها 6 و6، يعني انا كده عندي رو واحد بس وكل والرو ديت مقسوم لنصين 6 او اكتر شويه. عملنا ايه؟ طيب ادي ديفيجن فتحه وقفله. انا عندي كلاس فيه 6 كلمز وكلاس فيه 6 كلمز طيب عشان الباراجراف يعني. طيب اوكي انا هاخده باكس واعمل كنترول اس، المفروض يبقى عندي الكلاس بتاعي مقسوم على نصين بس انا ما عنديش كونتنت يا شباب. خلينا نحط اي نص مثلا على سبيل التفصيل. ماشي رايت نص ونص. انا ما عنديش كل اوقات، لو انا حطيت الباراجراف بتاعي هلاقي ان الامور بتكون اوضح شويه كده. نصين 6 و6 علشان الاثنين موجودين في رو فرو واحد. طب ما انا ممكن اعمل نيستنج للسمول ده ديت نفسه يا جماعه علشان اقسمه لعدد اصغر منه. في الحاله ديت يا جماعه انا محتاج اني احط ديفيجن تاني. تمام هنحط ديفيجن بدايه ونهايه. انا هاخر البي وهحطها جوه مره تاني. المشكله في الديفيجن ده يا جماعه اني علشان ابتدي ادرجه انا محتاج ادرجه في رو جديد. يا ريت الناس تاخد بالها من النقطه ديت. فانا محتاج اعمل كلاس باسم رو من اول تاني، وجوه الكلاس اللي اسمه رو ده يا جماعه ابتدي احط الكلاسز اللي اصغر شويه. خلوني مثلا ولنفرض انا هاخد نسخه من الديفيجن ده اللي هو سمول كولومز، هاخده بكوبي واحطه جوه. طبعا انا هقفل الديفيجن بتاعي. تمام هبتدي اعمل منه كنترول دي كده. انا جوه الديفيجن اللي هو اساسا 6 حطيت جوه منه 6 و6، يعني حطيت 2 ديفيجن تاني. تمام وهاخد انا البي بتاعي ده عشان احطه بالظبط كده، عشان احطه جوه الوصمه ده اتاكد ان القصه ماشيه كويس. تمام فهتلاقي ان انت عندك رو، الرو ديت عندك 2 رو او عندك رو واحد بس. الرو الاولاني فيه 6 كولومز والتاني فيه برضه 6 كولومز. الرو اللي فيه 6 ده مقسوم لنصين، نص فيه 6 و6. طب خلونا نشوف السيناريو اللي احنا عملناه ده. هنغير اليرت ونخليها سكسس ربما علشان نفرج بس النتيجة واللي هيحصل. يعني ادي البريلود، هلاقي ان ادي الرو اللي انا عملته بيجي مقسوم لنصين، نص اخد النص ده النص التاني اخد النص التاني. طب سيب تقول لي 6 و6 من فين اذا كانوا هم اساسا كانوا عبارة عن 12؟ طب اقول لك عادي مش مشكلة، لو انا قلت لك ان المسألة كانت عبارة عن 11 و1 وعملت كنترول اس وشفت كده
تلاقي ان ادي ال 11 وده الواحد طبعا عشان الكلمه بره. فالمساله يا جماعه بنفس السيناريو، انت ممكن تقسم العدد اللي حضرتك محتاجه عادي جدا، بس انت محتاج انت تدرج رو في كل مره بتحب تعمل نيستنج. لو اخذنا المثال اللي هم كانوا عاملين في مكتبتهم في فاونديشن، هو عامل رو، بعدين راح عامل سمول 8، ناقص له كمل 12 يا جماعه، ناقص له 4، ادي السمول 4. راح داخل جوه ال 8 وعامل رو، راح قاسم 8، عامل 8، هو ناقص له كمل 12، ناقص له 4، ادي ال 4. راح داخل جوه ال 8 وعامل رو، وراح قاسم 8، ناقص له كام؟ ناقص له 4. هو عمل نيستنج بشكل كبير. احنا طبعا لو حبينا نستعرض الكلام ده هنلاقي ان المسألة بتمشي بالشكل اللي هو كان ماشي بيه. لا تجمع ديت معلومة حابين نوصلها بخصوص الجريد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.